All of my life, well, I've been searching for the words to say how I feel. I'd spend my time thinking too much and leave too little to say what I mean. But I try to understand the best I can all of my life. All of my life I've been saying sorry for that thing I know I should have done. All the things I could have said come back to me. Sometimes I wish that it had just begun. Seems I'm always that little bit too late. كرة ملعوبة مجدي عبد العاطي، عادل فتحي، قباني، وكرة خطرة، الله! فرصة هدف تعادل تضيع على تيرو عبد الواحد وتضيع على المصرية للاتصالات. تيرو عبد الواحد يضيع فرصة إدراك التعادل. شوف كرة من معتز محروز، معتز يلعب الكرة وكرة اللعب وبمواجهة الحارس من نقطة البنالتي يضيع فرصة إدراك التعادل تيرو عبد الواحد. فرصة هدف تعادل ثمين من اعتزال اللعب سواء الدولي أو المحلي، ويتجه إلى تدريب هذا اللاعب فيصل باجي، وتحديدا هيكون تدريب مع نادي مولودية الجزائر. أيضا لعبت الكرة منتهى الخطورة، خطر البينية، فرصة، الله يا كميني، يتفوق كميني، يتألق كميني، يتألق كميني، ما شاء الله عليك يا كميني في الكرة اللي فاتت، لا والله حلوة، لكن حصل على بطولة الكأس العام الماضي بعد ما فاز على اتحاد العاصمة الجزائري 1-0. أدي بص خطكم الكرة حلوة قوي قوي قوي، التمرير البينية، هنا التمرير من شراد عبد الملك، هي نص الهجمة. الدخول أكثر تفاصيل المباراة، كرة طويلة خطيرة جدا، فرصة وبلاس وخطيرة. كانت إمكانية عن طريق الخطير لفواري بلاز. قلنا أكثر من مرة من خلال اللقاءات السابقة لفريق الحرس أنه عنده هجوم ممتاز، لكن الدفاع بعض الهمامي. شادي الهمامي يرجع لواقع أيمن بعد ملعب مباراة إفريقي في البيفور ديكاز، وكان البوزيدي محمد هو الباك رايت. بيع الكرة على النفطي لكن ترجع مع بلاز. بلاز النفطي، كرة خطيرة، ربع عبد الكريم النفطي ممتازة، يشد كرة ويمشي الحارس، تمشي الكرة للحارس كامر. فريق قلت سجل في كل مبارياته الافريقية هذا العام، ممتازة من ريجيسور النفطي اللي كان ممكن يصنع كورة للواحد صفر. مباراة تبقى صعبة جدا على أزاح نادي الأخضر من ليبيا، أزاح مولودية الجزائر الفريق المصري المعروف، أزاح ماميلودي سان داونز ربح النادي الافريقي. إذا فريق تعك بالألقاب، فريق ممتاز، والرأسية والتعادل كان قريب لولا مارتيني كاميني. أزاح نادي الأخضر من ليبيا، أزاح مولودية الجزائر الفريق المصري المعروف، أزاح ماميلودي سان داونز ربح النادي الافريقي. اذا فريق تعك بالالقاب، فريق ممتاز، والراسيه والتعادل كان قريب لولا مارتيني كاميني. لكن في قلب الدفاع انطلاقتين على طول للاعب رقم 4 شاكر البرجاوي. البرجاوي كره طويله في قبل يمنى، اللاعب شادي الهمامي، ادي شادي الظهير الايمن مع نادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي بعد الهدف بدا في نشاط، ودي الكره العرضيه خطيره جدا، ولكن في حارس المرمى كمين. مشكله كبيره جدا طبعا بيقابلها لاعب نادي الحرس الحدود، خصوصا مع هذا اللاعب، لاعب الهداف طبعا الخطير كواسي بلاد. كان في كلام انه ما كانش هيشارك من بدايه اللقاء، وكان دومينيك دا سيلفا هو اللي هيكون المحطه الاولى النهارده كسترايكر او مهاجم ثاني مع لاعبي نادي الصفاقسي. الصفاقسي طبعا فريق كبير، عنده تاريخ كبير، نادي حرس الحدود بيدخل هذا اللقاء وهو المنعطف حال اي جماهير عربيه. انطلاق على